لو الحكاية فيها إن فيديو رأيك سؤال مركب جدا. يعني هو إيه اللي بيخلي الناس تجيلها سكر؟ أول حاجة السكر أنواع، في نوع الأول ونوع الثاني. إحنا لما نتكلم أكتر نتكلم عن نوع الثاني لأنه أكثر انتشار، ده اللي إحنا بنقول عليه واحد من كل خمسة من البالغين عنده النوع الثاني. النوع الثاني ده مرتبط بالسن ومرتبط بالعوامل الوراثية في الأسرة، يعني اللي عنده أب أم أخ أخت جد جدة خال عم أقارب الدرجة الأولى مصاب بالسكر، هذا الإنسان عنده استعداد لإصابة بالسكر. كويس، اللي بيزود الموضوع إيه؟ إنه يبقى يزيد في الوزن. كويس، تيجي بقى للعوامل اللي أنت ساعتك تفضلت بيها، كتيرة جدا بتزود الوزن. يعني طريقتنا في الأكل، استهلاكنا لكميات الأكل، نوعية الأكل، كويس، الضغط العصبي زي ما حضرتك تفضلتي، الضغط العصبي ده الضغط العصبي ده بيزود هرمونات ممكن تزود الوزن يعني وترفع الضغط. كويس، وبعدين في حاجه جديده احنا بنسميها الابيجينيتكس. ابيجينيتكس دي يعني ايه؟ يعني جيل اكثر سنه من السنه من الجيل السابق وجيل مريض اكثر من الجيل السابق لتغيرات بتحصل في مكونات الجسم اللي بتاثر على تاثير الجين على المرض، احنا بنسميها جينومكس. حضرتك يعني الجزء الخاص بما يتعلق بالعادات الغذائيه، خلينا نتكلم ان هنا مثلا المصريين متعودين اكتر على النشويات، الخبز والحاجات دي، ودي اكتر بتاثر في السكر. التكلفه بتاعه النمط الغذائي مرتفعه، فهم ارتباطه اكتر بين الحاجات الاقل. ازاي ان انا يعني زي الحاجات، ازاي هو يعتمد على حاجات غذائيه من الموجوده في البيئه المصريه او الحاجات اللي في مصر، بغير من غير ما يصاب بسكر، من غير ما يجيله سنه وزياده وزن والحاجات دي، ما ياكل اكل اجدادنا. ما كان اكل اجدادنا ده كان اكل صحي تماما، اللي هو يا دكتور واخد بالك. يعني انا نقول الغلط ايه الاول وبعدين نقول اكل اجدادنا كان عامل ازاي. واخد بالك، انا اسالك سؤال، فطار الناس دلوقتي ايه؟ فول. لا مش كله فول دلوقتي. مش كله ده بيحط كل انواع الاكل قصاده لو قادر ان هو يجيب. طبعا الغلبان لسه بياكل فول، ده من سمعت ان هو غلى كمان. ف نوعيه النشويات وكم النشويات اللي بيستهلك ده كميه ضخمه جدا. واخد بالك، لما الناس بتاكل